حراسة المرمى من غير الأهلي والزمالك فمتوفر الحمد لله، يعني سواء إن إحنا نروح لبسام في الجيش أو الشناوي، النهارده الشناوي أحمد الشناوي في بيراميدز وكمان معاه بسام، أدي 2 حراس مرمى. بس هنعتذر لهم إن إحنا مش هنقدر ندفع فلوس كتير يعني. المدافعين هاخد محمد سمير من المقاولين، وممكن البدري من الإنتاج، محمود البدري. وفي الباك رايت هيكون رجب بكار، وفي الباك ليفت ممكن محمد حمدي، وممكن يكون معاه كمان فتوح، احمد فتوح من سموحه، اسامه جلال او محمود مرعي من دجله، كريم العراي يبقى موجود كمان مع بكار. وانت كده قدرت تخلي معاك لعيب، ولعيب يقدر يساعدك لو حد فيهم الفلوس ما عجبتوش، لان الفلوس اكيد مش هتكفي طبعا. دونجا في نص الملعب، وفي محمد فتحي وفي عماد حمدي، يبقى كده عندك 4. وهضيف معاهم ابراهيم صلاح من المقاولين. معلش برضه انا ايه هاجي شويه على نادي المقاولين، لان احنا عندنا هنا الاسعار اهدى شويه، اللعيبه خامات الحمد لله كويسه لكن الاسعار اهدى شويه. في التلت الهجومي فانت عندك بقى بدايه من عبد الله سعيد لمروان حمدي، لعيب برضه شفته في الفتره الاخيره في دجله، حسام حسن سموحه. عندنا اطراف الملعب الفتره دي سالم ادي بشكل كويس جدا، محمد سالم في المقاولين، محمد صادق الاسماعيلي. في بس عايزين طرف ملعب شمال، انا شايف رفعت بدا يرجع مره تانية، احمد رفعت بيادي بشكل كويس في الاتحاد. المهاجم حسام حسن ومروان حمد. المنافسه صعبه في الدوري، في الفوز بالدوري والبقاء في الدوري وعلى المربع اكيد يعني. بص خلينا ابتدي في اللي انا فيه النهارده اللي هو المربع، فدي انا بشوف ان في 10 فرق بينافسوا على المربع، وكلها فرق كبيره يعني. احنا بنتكلم في اسماعيلي ومصري ومقصه وسموحه ومقاولين وانبي وانتاج وجيش، على الرغم ما تقولش النهارده ترتيب الدوري بعد 3 او 4 اسابيع مش هو الفكره. الدوري ما هو معروف او اهلي وزمالك وبيراميدز هم اللي هينافسوا على بطولات الدوري او بطوله الدوري. في الهبوط دي بتتحدد على حسب اللي صعد السنه دي من الدوري. يمكن السنه اللي فاتت سموحه وسوري الحرس والجونه ادوا اضافه قويه جدا للدوري، وفي اخر الاسابيع شفنا النجوم ادى موسم برضو محترم جدا. فالفرق الكبيره كان في شويه تقصير السنه اللي فاتت، فشفنا فرق كبيره بتنافس على البقاء في الدوري. السنه دي لسه صعب ان انت تتكهن، ممكن الامور دي تبان بعد الاسبوع الثالث او الرابع زي ما احنا موجودين كده، بس في الدور الثاني اكتر يعني. لكن اللي واضح من اول الموسم مستعدادات الفرق الكبيره اهلي وزمالك وبيراميدز للدوري. بقى الفرق اللي انا سميتها لك على المركز الرابع دي فرق قويه جدا. بعد كده ممكن تتكلم بقى في اماكن الهبوط ما عدا المفاجآت، ان انت ممكن من الفرق اللي صاعده تشوف حد خد مركز من بدري وما موجود مثلا في المركز العاشر او ال11 بالنسبه له، بعيد عن ال16 وال17 وال18. لا هو حاجات كتير مش حاجه واحده بس يعني، بتتمنى مش ان هي تغيير يعني. اول حاجه ان انت محتاج جماهير زي ما كان موجود. اللعيب النهارده فتره كبيره جدا مفيش جمهور يعني. انا يمكن قريت تعليق لبعض اللعيبه في الاتحاد في مباراه البطوله العربيه انه بيلعب في اسكندريه وما شافش جمهور الاتحاد لما كان بيملى الاستاد فدي حاجات صعبه. برضو المصري بيلعب في بطوله افريقيا او الاسماعيلي بيلعب في البطوله العربيه، لو متعود على الجمهور هيفرق معاه كتير جدا طبعا. الاهلي والزمالك متعود سواء هيلعب من غير جمهور او يلعب بجمهور، لكن برضو الاهلي والزمالك لما يكون وراه في الاستاد 50 60 70 الف، هو لو الملعب هيشيل 100 وانت مطلوب 100 الف هيروح 100 الف. حتى لو بتلعب في اي مكان في مصر يعني، بتروح برج العرب بتلاقي ال 100 الف موجودين ورا اهلي والزمالك. فده اول حاجه الواحد بيتمناها يعني عوده الجماهير. اتوعدنا السنه دي او كان في وعد بالكوره اللي هي الموحده ان احنا يبقى عندنا كرة موحدة للدوري، والموضوع ان شاء الله يكون سهل يعني شوية في التنظيم، بس يعني في تنظيم المباريات والملاعب. وفي حاجة انا برضو مش بقول بتمناها يعني، زمان ايام اللعب كنت بلعب هنا في نادي المقاولين، وبمناسبة ان احنا موجودين في نادي المقاولين الاهلي والزمالك لما كان بيلعب انبي او بيلعب المقاولين كان بيلعب هنا في استاد المقاولين. فجأة النهارده استاد المقاولين مبقاش متأمن، فجأة النهارده الاهلي والزمالك تطلع تلعبها في استاد السلام او استاد بيتروسبورت، على الرغم ان انا كنت بلعب انبي وانا لعيب هنا في استاد المقاولين. فاتمنى برضو ان ملعبنا يرجع تاني للخدمه في موضوع ان الاهلي والزمالك نبدا نلعبهم هنا في استاد المقاولين. طول عمر استاد المقاولين بيلعب عليه الاهلي والزمالك، يمكن الاهلي خد بطولات هنا في استاد المقاولين والمقاولين نفسه خد بطولات هنا في استاد المقاولين. الاستاد زي ما هو، ولو على الامور التامينيه اشوف ايه اللي ممكن يتعمل والنادي هنا مش هيأثر، ان لو في حاجه ناقصه تتعمل تتعمل في النادي، ويرجع مره تانية الاهلي والزمالك يكونوا موجودين هنا في استاد المقاولين.